بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. نكمل مع بعض الوحدة الرابعة لـ Unit 4 Lesson 3. ناخد مع بعض الوحدة الرابعة اللي هي Where do you live. Where do you live معنا الدرس الثالث النهاردة. My town، مدينتي. My town يعني مدينتي. جايب لك كلمات، Listen and repeat. بعض الفوكاب. Turn right يعني اتجه يمينا، turn right. go straight ahead يعني يسير بشكل مستقيم لا يمين ولا شمال. turn left اتجه يسارا، turn left اتجه يسارا. take the second right يعني يأخذ الطريق الثاني الى اليمين او المنعطف الثاني يمين. take the second right. ده first right، يبقى ده اسمه the second right. إذا قال لك take the first right يعني خد اليمين الأول يبقى ده. take the second right خد المنعطف الثاني اللي هو ده. أوكي. it's on the corner. it's on the corner يعني في الزاوية. طبعا دي كلها اللي هي giving directions، دي إعطاء اتجاهات. بالظبط زي ما واحد بيسألك على مكان شيء معين، واحسن واحد بيسألك على ميوزيوم، بيسألك على ذا موسكي، بيسألك على بيت حد، فانت بتقول له go straight ahead يعني امشي طوالي او سير بشكل مستقيم. turn right اتجه الى اليمين. بعد كده تقول له مثلا turn left اتجه الى اليسار. we take the second right خد المنعطف الثاني او the first right او the third right. it's on the corner يعني في الايه، في الزاوية. عندي كلمة تانية extra vocabulary. store متجر. sports club نادي رياضي. station محطة. south جنوب. انا عندي south north north south east west اللي هما الاتجاهات الاربعة، وجايب لنا هنا كلمة south. بعض الأفعال، تصرفات الأفعال regular verbs and irregular verbs. regular verbs اتفقنا من أول السنة في أول حاجة، اتفقنا أن regular verbs بحط لها يا إما d أو ed أو ied. طبعا فعل love يحب، في حرف e في الآخر يبقى أحط دي بس، يبقى love loved. love loved. walk طالما مفيش فيها e يبقى أحط ed، يبقى walked. walk walked. turn turned. turn turned. دي بقى الريجولار فيربس، افعال غير عاديه او غير منتظمه يعني ما لهاش قاعده، دي تحفظ كما هي. come came. take took. see saw. كمان مره. come came. take took. see saw. في important expressions and prepositions. near my house بالقرب من منزلي. near my house. on the other side على الاتجاه الآخر. on the other side. excuse me معذرة. excuse me. come to يأتي إلى. come to. see you soon أراك لاحقا. thank you شكرا لك. thank you. it's my town جايب لي صورة لماي تاون لمدينتي، وبقول لي look الأول يعني انظر إلى الصورة. listen and read استمع ثم اقرأ أو استمع واقرأ. جايب لي القطعة I love أنا أحب. I love my town أحب مدينتي. it is small صغيرة but it has stores بها متاجر ومحلات. offices مكاتب. a school and many other places وفيها مدرسة وأماكن أخرى. it is a good place to live مكان جيد لكي أعيش فيه. I walk to school every morning أنا أمشي إلى المدرسة كل صباح. طبعا طالما بيمشي إلى المدرسة كل صباح يبقى المدرسة near his house قريبة من منزله. my school is next to the hospital مدرستي قريبة أو بجوار the hospital بجوار المستشفى. next to the hospital بجوار المستشفى.
There is a park. يوجد حديقة. حديقة عامة. I often play football in the park with my friends. أنا أحيانا أو غالبا ألعب كرة قدم في الحديقة مع أصدقائي. Near my house, بجوار منزلي, there is a supermarket. يوجد supermarket. Supermarket ده it is between. اتعيد على supermarket. It is between the station and the sports club. بين المحطة والنادي الرياضي. The shopping mall اللي هو المحل التجاري الكبير is on the other side, في الجانب الآخر of the station, في الاتجاه الآخر من المحطة. So the station is between, المحطة بين the supermarket and the shopping mall, بين السوبرماركت والمحل التجاري. My dad's office, مكتب بابا, is in front of the park, أمام البارك الحديقة. It's next to the post office, بجوار مكتب البريد. في القطعة اللي معايا ديت, دي خطاب بعتاه واحدة صاحبتها فريدة, بعتاه لدينا. دينا راحت تزور فريدة. فريدة بتحاول ان هي توصف لها البيت بتاعها. هنشوف هي بتوصفه لها ازاي. قالت لها هاي دينا, مرحبا يا دينا. I am so happy you are coming to my house today. انا سعيدة جدا ان انت جاية تزوريني في بيت النهاردة. Here are some directions. طبعا هتعرفها الاتجاهات ازاي توصل للبيت بدل ما تسأل وتتعب في السؤال او تتو. هتلاقيها from the corner, من الزاوية, of south street, في جنوب الشارع, with لطيف street, في شارع اسمه شارع لطيف. Go straight ahead, امشي في خط مستقيم, يعني امشي طوالي. طب بعد كده take the second right, خدي المنعطف الثاني يمينا, to عبد الوهاب ستريت, لشارع اسمه شارع عبد الوهاب. بعد كده go straight ahead, بعد كده امشي طوالي. turn left, اتجه يسارا, at the supermarket, لحد السوبر ماركت. my house is between, بيتي بقى بين the supermarket and the school, بين السوبر ماركت والمدرسة. وقتلها see you soon فريدة, أراك لاحقا. يبقى ليه ادت لها الدايركشنز أو الاتجاهات. بعد كده listen, read and replay. excuse me, ده واحدة بتسأل على مكتب البريد. excuse me, معذرة. ديت بدل ما تنده على حد متصرفوش تقول له excuse me, يعني معذرة. where is the post office, أين مكتب البريد. قالت go straight ahead, في خط مستقيم, امشي في خط مستقيم. turn right, اتجه يمينا. take the second left, خد المنعطف الثاني يسارا. it's on the corner, هتلاقيه على النصية. وطبعا thank you. بكده عندي general exercises on lesson 3, تدريبات او تمرينات عامة على الوحدة على الدرس الثالث. الاستماع listen and write true or false. الاستماع بيقول my school is next to the hospital. next to the hospital there is a park, يوجد حديقة. I often play football in the park with my friends, بلعب في الحديقة مع أصدقائي. السؤال الأول, there is a park in front of the hospital, يوجد حديقة in front of the hospital. طبعا احنا قلنا ان the park is next to the hospital, يبقى ديت false. my school is next to the park, مدرستي بجوار الحديقة. قالك my school is next to the hospital, next to the hospital there is a park, يبقى طبعا false. I often play football with my friends, true. السؤال الثاني, read and match A with B. Nadir's town is,
نادر ذا تاون مدينة نادر. نادر ذا تاون إز سمول، يبقى دي نمبر 1. ماي تاون إز أ جود بليس، مدينتي مكان جيد لعيش فيه يبقى تو ليف إن. There is a park near، يوجد حديقة near إيه؟ near my house. My house is between، منزلي بين. طالما between يبقى لازم حاجتين مع بعض، يبقى the station and the sports club، the number four. My town has stores، فيها حدائق وفيها offices وفيها and many other places، يبقى the number five. Read and complete the text with words from the books. Park حديقة، learn يتعلم، place مكان، stores لمحلات. I love my town. It's small but it has فيها ايه؟ an offices, a school and many other places. يبقى فيها stores للمحلات number one. It's a good not to live in. It's a good place. Number two, place. I walk to school every morning. بمشي المدرسة كل صباح. My school is next to the park. مدرستي بجوار الحديقة. I often play football in the بلعب football in the park في الحديقة with my friends. يبقى هنا park. Reorder the words to make correct sentences. عندي my أبدأ بيها، يبقى my إيه؟ my school is next to the hospital. يبقى my school is next to the hospital. تاني هنقول من أول take، يبقى take the second right. Take the second right. Number three، هنبدأ where، يبقى where is the post office، أين مكتب البريد. I نبدأ بI love my town، بحب مدينتي. سؤال بعد كده، choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. I not right، the park is on the left. يبقى turn right ولا take right ولا talk right، هيبقى turn right، اتجه يمينا. The park is on the left. The hospital is not at the corner، طبعا off ولا on. The hospital is on the corner. What is the supermarket؟ It's on the left. يبقى عايز يسأل عن أين، يبقى when متى ولا who's ملكه من ولا where، يبقى where is the supermarket. My dad's office is not out of the park. Between طبعا عايز حاجتين، in front بتيجي معها off، behind خلف. طبعا عندي in front وعندي off يبقى مع بعض. My school is next، next معها to، يبقى my school is next to the station. I play football in there، بلعب الفوتبول فين؟ هوسبيتال في مستشفى، بوست اوفيس مكتب بريد، ولا سبورتس كلاب في النادي الرياضي، طبعا ان ذا بوست اوفيس في النادي الرياضي. السؤال الثالث والاخير، بنك تويت ذا فولوينج. اكسكيوز مي، وير از ذا سوبر ماركت؟ يبقى الاي بتاعت اكسكيوز مي، وكمل الجمله عادي خالص. وير از ذا سوبر ماركت؟ ويبقى ده سؤال، يبقى كويشن مارك. بكده خلصنا الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، Where do you live؟ إن شاء الله في الفيديو القادم نكمل مع بعض الدرس الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.